السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ في موضوع قوانين الإنتاج والإنتاجية أو قانون تناقص الغلة. قانون تناقص الغلة ينص على الآتي: ينص هذا القانون أنه إذا أضيفت وحدات متتالية ومتساوية من أحد عناصر الإنتاج العمال إلى قدر ثابت من عناصر الإنتاج الأخرى أرض، فإن الإنتاج الكلي للسلع يتزايد أولا بمعدلات متزايدة ثم بمعدلات ثابتة ثم بمعدلات متناقصة. بمعنى إيه؟ ان انا لو عندي عنصرين انتاج، عنصر العمال وعنصر الارض، العمال عنصر متغير والارض عنصر ثابت، فانا لو فضلت اضيف عمال لحتة الارض ففي الاول هجد ان الانتاج الكلي هيزيد بمعدلات كبيرة، العامل الاول هينتج عدد معين، لو ضفت له عامل تاني الانتاج هيزيد، عامل تالت الانتاج يزيد، ولكن بعد فترة طالما ان الارض مساحتها ثابتة لو فضلت اضيف عمال هجد ان الانتاج ابتدى ان هو يتناقص بعد ذلك. الشروط الواجب توافرها لانطباق قانون تناقص الغلة أو قوانين الإنتاج والإنتاجية: نمرة واحد، أن يكون التغير في عنصر واحد من عناصر الإنتاج مع بقاء كافة العناصر الأخرى ثابتة، فهنا هيكون عنصر العمل هو العنصر المتغير فقط والأرض هو عنصر ثابت. أن تكون الوحدات المتتالية والمتساوية هي متساوية في الكم والكيف، بمعنى ان العمال اللي انا هضيفهم لازم يكونوا متساويين في الكم، كل مرة بضيف عامل واحد في الكيف ان هم العمال نفس المهارة، العامل الاول مهارته زي العامل التاني. تلاتة، بقاء التكنولوجيا ثابتة او بقاء الفن الانتاجي المستخدم على حاله. مثال رقمي على قانون تناقص الغلة: نفترض ان احنا عندنا عنصر العمل هو العنصر المتغير والعناصر الاخرى ثابتة اللي هو عنصر الارض، فعندنا العامل رقم واحد اللي هينزل يشتغل للأرض إنتاجه الكلي هيبقى 6 وحدات، وبالتالي المتوسط هنقسم الكلي على عدد العمال أو عنصر العمل هيدينا 6، والناتج الحدي هو الفرق في الناتج الكلي لوحدتين متتاليتين. فأدي عند إضافة العامل رقم 2 الناتج الكلي تزايد ل14، العامل رقم 3 الناتج عمال يتزايد 24، والعامل رقم 5 إنتاج تزايد، لحد العامل رقم 6 إنتاجه تزايد ل42. بعد العامل رقم 6 لو ضفنا العامل رقم 7 هنجد ان الانتاج ثابت زي ما هو ب 44 عند العامل رقم 7، عند العامل رقم 8 ابتدى الانتاج يبقى ثابت 44 كذلك، وبعد العامل رقم 8 لو ضفنا العامل رقم 9 والعامل رقم 10 نجد ان الانتاج الكلي ابتدى يتناقص. فاذا القانون تناقص الغلة بيمر بثلاث مراحل: المرحلة الاولى هي مرحلة تزايد الغلة، المرحلة الثانية هي مرحلة ثبات الغلة، والمرحلة الثالثة هي مرحلة تناقص الغلة. وهذه المراحل هي يمكن توضيحها من خلال الشكل التالي: هنجد ادي منحنى الانتاج الكلي، في المرحلة الاولى يتزايد بمعدلات كبيرة والمرحلة التانية يتزايد، وبعد ذلك يبدأ انتاج الكلي في التناقص في المرحلة التالتة، وكذلك الانتاج المتوسط والانتاج الحدي، ونجد ان الناتج الحدي او منحنى الناتج الحدي يكون 0 في المرحلة الثالثة وهي مرحلة تناقص الغلة. إذن يمر قانون تناقص الغلة، نجد إن الإنتاج بيمر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى هي مرحلة تزايد الغلة، وتتميز بأن الناتج الكلي يتزايد بمعدلات متزايدة، الناتج الحدي يتزايد بسرعة، الناتج المتوسط يتزايد، ويصل الناتج الحدي لأعلى قيمة له عند نهاية المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة ثبات الغلة، وتتميز بأن الناتج الكلي يتزايد بمعدلات متناقصة، الناتج الحدي يتناقص بسرعة، ويقطع الناتج الحدي الناتج المتوسط في أعلى قيمة له في المرحلة الثانية، ويصل الناتج الحدي للصفر عند نهاية المرحلة الثانية، وعند هذه النقطة يصل الناتج الكلي لأعلى قيمة له. المرحلة الثالثة هي مرحلة تناقص الغلة، وخلال هذه المرحلة الناتج الحدي يكون سالبا، بهذا يعني أن إضافة عمال إضافية هيؤدي لتناقص الإنتاج، والناتج الكلي يتناقص بسبب أن الناتج الحدي سالب والناتج المتوسط أيضا يتناقص. ويلاحظ مما سبق أن هناك حجم أمثل للإنتاج، والذي عنده يكون الناتج الكلي أعلى ما يمكن، وينصح بإضافة العامل رقم 8، يعني إحنا هنضيف العامل رقم 8 لأن الناتج الحدي ليه يساوي 0، ولكن بعد العامل رقم 8 يجب التوقف عن إضافة أي عمال آخرين، يعني إن العامل رقم 9 لا يجب إضافته لأن إنتاجيته سالبة، وده هيؤدي طبعا هينعكس سلبيا على الإنتاج، وبالتالي فإن أفضل حجم إنتاج هو عند العامل رقم 8 وهو حجم الانتاج.